يعطيكم العافية شباب، معكم طوني نصر الله، والفيديو الجديد نحن بدنا ننزله اليوم بده يحكي كيف نقدر نظهر نقطة مع عدة مناسيب على كذا سطح مختلف. يعني إذا أنا عندي surface existing ground وفوق منه عندي surface للفينش ground، وكيف بقدر أنا قادر نزل شيء بنقول له spot elevation. هذا spot elevation يعطيني شقلة ال existing وشقلة ال finished وفرد وقت difference بين الاثنين. تمام، هيدا ردا على سؤال احد الزملاء سألني اياه انه عنده surface كتير كبيرة بده يبينها من خلال ال ID نقطة، بس يكبس على surface يعرف قد ايه كان شقلة الارض تبعية وقد ايه الحفر هو هلا وقد ايه الفرق بين شقلة الارض الطبيعية والحفر. اوكي، انا اللي هعمل راح اعمل insert land XML، عندي اياها انا هوني surface already مجهزة اللي هي هيدي، خليني افرجيكم اياها مظبوط لتكون واضحة عليكم. انا عندي هيدي الارض ال surface already اعملها قبل object viewer. اوكي، هيدي عندي surface الارض الطبيعية نعتبرها ال existing ground. تمام يا شباب. طيب انا قبل خلينا نشوف point creation tools. بال point creation نو قبل خلينا نجي على الانسر على الانوتيت اد ليبل سيرفاس تبعته وين فتت، نرجع عيد من القائمة لحد الهوم انسرت في عنا انوتيت اد ليبل شيء بدي اخذه من السيرفاس شيء اسمه سبوت اليفيشن. افرجيكم انا هوني بس اكبس دغري اعطاني الاليفيشن على هيدي النقطة بالنسبة according للاكزيستنج جراوند للسيرفاس اللي اجي، هاي شقلتها لقد جيت لهوني انا هاي شقلتها 33 وهيدي 33، بالمبدأ هو 32 33 ما فيها الفرق الكبير. اوكي شباب، خليني انا اخترع سيرفاس تانية اعتبرها هي الفينش جراوند. بيجي لهون point creation tools، قبل هون point plant for elevation حتى مانيوال صح مانيوال description بدي حتى اوتوماتيك وبدي اقول له اعطوا لي اف جي اللي هي فينش جراوند. تمام، جيت لهون بنقي انا هي 33 67، خلينا نعطي كل الاليفيشن هون 25، عمل لي specify a point elevation 25، خلينا نحط هون خلينا نحط 27 حتى ما نكون حطينا وحدنا الارقام وهم نطلع فوق هيديكي. لا خلينا نطلع فوق هيديكي، اذا هيدي 32 خلينا نحط نحن هون 35، بنيجي لهون نحن اذا هيدي 34 خلينا نحطها 36، هون بالنص خلينا نحطها 27. اوكي هودي النقط تبعنا، نيجي لهون خلينا نحطهم بجروب الاول حتى يكون شغلنا كثير مرتب. كرييت جروب نيو نسميه اف جي انكلود ويز نمبر ماتشنج، لانه انا بدي اعمل له سلكشن 1 2 3 4 5 في شيء ناقص غيرهم بعد ما في بوينت ليست لنتاكد. نزلوا عنا 25 27 35 36 37، عظيم عظيم. بس خليني كمان انا هون يبين فيه بالاف جي بروبرتيز، بين الاليفيشن خلي يبين لي الاليفيشن اونلي واعطيها تكست هاي 1.5، ما بدي شيء غير هيك منه. هيدي ابلاي لحن، خلينا نكبر، لا بلا ما نكبر المفروض نكبر التكست هون حتى نكون ضل نحن اشعينه مظبوط. فإذا elevation only خلينا نحطه الهايت 1.5. اوكي عظيم، فإذا لحنين 25 27. خلينا نعمل هلا نحن create surface مسميه نحن FG. بنيجي لهون رح نكون كثير سريعين،
حتى ما ياخذ الفيديو معنا وقت. بوينت جروب بيجي لهون بقول له انا هيدا الاف جي خذ لي اياه اعمل لي سيرفاس. اذا جيت حبيت شوف رايت كليك اوبجكت فيور جيت لهون انا على الايزومتريك طلعت فيه اذا انتبهتوا النقطه كانت اوطى 27 25 27 من طالعين. طيب عظيم. اول شيء نجي نفس الشيء انوتيت اد ليبل سيرفاس سبوت اليفيشن. هون عم يسالني من اي سيرفاس بقول له انا انتر بقول له السيرفاس الاساسيه اللي بدي اياها هي الاي جي انتر. انا اذا بس طلع لهون على النقطه اعطاني بس الاليفيشن على الاكزيستنج جراوند قد ايه هون. انا لا اول مره رحنا هيدي النقطه خليها تظهر لنا الاليفيشن تبع الاكزيستنج ونفس الوقت تبع الفينش جراوند تبع الاف جي. بعمل رايت كليك على النقطه رايت كليك اديت ليبل ستايل. هيدا الليبل ستايل تبعها بفوت عليها لهون بيجي لهون وين هون في عنا حد الكومبوننت نيم. في عنا شيء كبسي هي بتزيد لها انت كرييت تكست كومبوننت الفلاش لحد منها بقص عليها بقول له ريفرنس تكست. ركزوا عليها ريفرنس تكست. ريفرنس تكست بدي اياه منين؟ من السيرفس. يعني جيب لي كل شيء تكست خاصه بالسيرفس بقول له انا اوكي نزل لي ريفرنس تكست. هيدي هي رح سميها انا اف جي تمام. الانكور كومبوننت ربط لي اياها بالسيرفس اليفيشن خليها تكون بالباتم سنتر والكتيبه اللي عم ننزلها نحن خليها تكون بالتوب سنتر تمام. خلي هديك نحن عطينا امبورسنت نعطيها تكست امبورسنت. نيجي على الكونتنت على الكتيبه بقبص عليها بعملها سيلكشن كلها سوا بمحيها بيجي لهون على البروبرتيز اللي خد لي منها سيرفاس اليفيشن فلاش. هلا هون بدي اقول له انا هيدي اف جي ايجل تمام. وخلي يعطيني اياها لون احمر. هلا قبل بيجي لهون على السيرفاس اليفيشن بيجي هون عم يعطيني اقل اذا انتبهتوا اوكي. هلا بديش انا اعملها اقل خلي يعمل لي اياها اوجي يعني اكزيستنج جراوند هيك الخبريه اوكي. خلي نعطيها 1.5 الكلر هذيك نقيناها احمر خلينا ننقي هيدي اخضر اوكي اوكي اوكي. نحن عملنا لها اديت ليك واعطتني كويشن مارك تمام. بيجي انا اد ليب اد ليبل سيرفاس سبوت اليفيشن عم يقول لي نقي سيرفاس. سيرفاس الاساس اللي بدي اياه هو هذا اكزيستنج جراوند. بيجي نقي وين بدي ضمن هودي اثنين سيرفاس خلينا نقيها هون. ها نقل لي الاكزيستنج جراوند بعده اعطيني كويشن مارك على الفينش بقول له انتر بقول له هلا خذ لي تبع الفينش. تفضل اخذ لي تبع الفينش. فاذا الفرق بين هودي هيدا هيدا الاو جي شغله الاكزيستنج وهيدي شغله الاف جي الفينش جراوند. انا بعد بدي ليبل ينزل تحت منها الديفرنس بين هول الاثنين عظيم. بقبص عليها رايت كليك اديت ليبل ستايل بيجي عليها لهون نفس الطريقه بقبص على هيدي ريفرنس تكست بقول له انا خذ لي شيء يخص قبل هودي الطريقه كلهم سريعه فات ستيب. انا عامل سيرفاس للاكزيستنج سيرفاس للفينش جراوند. طيب انا بدي سيرفاس تجمع الاثنين مع بعض شو مفروض اعمل؟ بعمل كرييتن فوليوم سيرفاس تمام. بيجي لهون على السيرفاس كرييت سيرفاس 10 فوليوم سيرفاس بدي اسميها انا هذه ديفرنس فرق بين الاثنين. البيز سيرفاس بدي اقول له هي الاكزيستنج جراوند وبدي اقول له الكومباريجن سيرفاس اللي بده يقارن اياها ارينا مع الاف جي بقول له انا اوكي عظيم. صار عندي السيرفاس الثالثه اللي هي الفرق بين الاكزيستنج والفينش جراوند. هلا بيجي لهون رايت كليك اديت ليبل ستايل بيجي على هيدي اللي هون بيجي لهون ريفرنس تكست خذ لي كل شيء خاصه بالسيرفاس بيجي لهون هذا ريفرنس تكست بسميه ديف يعني ديفرنس. يا شباب الانكور كومبوننت ربط لي اياها بالفينش جراوند خليها تكون باتم سنتر والكلمة بدنا ننزلها خليها تكون توب سنتر. هيدي تاخذ 1.5 واعطيها لون
ازرق، عم بسرع كثير بالحكي، ما بدي الفيديو يكون كثير طويل يا شباب. بيجي لهون على الكونتنتس، بيكبس عليها، بيجي لهون نقيها بمحيها، بيجي لهون بقول له خذ لي سيرفاس فوليوم، سيرفاس اليفيشن، بقول له روح لهونيك. هون بيجي بقول له دي اف اف ديفرنس ايجال. تمام، كل شيء واضح ان شاء الله يا شباب. نجي لهون، طيب خلينا نشيل هيدي، نجي اد ليبل سيرفاس سبوت اليفيشن، بطلنا ايش عينا، بنعمل رايت كليك، بنقول له انا الاكزيستنج اللي نزل لي اياها بالاول هيدي هون، رايت كليك خذ لي الاف جي، رايت كليك خذ لي ديفرنس. اوكي، شو عمل؟ نزل لي فرد كليك عفرض نقطة عفرض اي دي، الشقلة كيف كانت قبل اللي هي الاكزيستنج اللي هي، بعدين الفينيش جراوند، واعطاني الفرق بيناتهم. من عيدة اد ليبل سيرفاس سبوت اليفيشن انتر الاكزيستنج جراوند، لو سمحت اعطيني اياها هون، انتر ديفرنس الاف جي انتر والديفرنس انتر، يا عيني نزلت. طيب يا شباب انا راح اطلع اكبس هون، شو راح يعطيني هون؟ برات السيرفس، هذا السيرفس الثاني، اذا جيت انا كبست هون واذا قلت له انتر ما اعطاني شيء، خلص وصل، شايف هون في عندي اكزيستنج جراوند بس اخذ الاكزيستنج جراوند بس وقف، اذا جيت عم اقول له انقل لي على السيرفس الثاني ما اعطاني، انه هو بالكومبارزن اللي عملها منه شايف الا هودي الا هوني سيرفس اكزيستنج جراوند. هذا الفيديو كتير سريع بس كتير مفيد، وان شاء الله تكونوا استفدتوا منه يا شباب، وبرجع بقول لكم كل المطلوب دعمكم للصفحه، سبسكرايب ولايك، ومشكورين اللي عنده حي الله اسئله يسالني، هيدا جاوبنا على سؤال احد الزملاء، وشو بدكم اسئله انا بالخدمه، بشوفكم بفيديو جديد اذا الله رد.